أول حب بحياة كل بنت هو أبوها. الأب بالنسبة للبنت هو السوبر هيرو اللي يقدر يسوي كل شيء ويوفر كل شيء، والأهم اللي يحميها من كل شيء ممكن يأذيها. فالأب بالنسبة لها هو البودي جارد الخاص بها. جزء كبير من طبيعة العلاقة بين البنت وأبوها هي المسؤولة عن تكوين شخصية البنت القوية اللي تقدر تواجه المجتمع بكل صلابة. فإذا كانت البنية نشأت ببيئة كان الأب بيها هو الشخص المثالي اللي انطاها الحب والحنان والثقة، فراح يساهم هذا بتقديم بنية واعية ما محتاجة عواطف أو حنية أو حب، عكس البنت الفاقدة للأب. سواء بسبب الوفاة أو بسبب إهمال الأب اتجاه بنته وما يقدم لها الحب والحنان وما يبني الثقة بداخلها، بالتالي راح تضطر البنية بهالحال بالبحث عن كل هاي المشاعر المفقودة بعيدا عن الأب، وهذا ما قد يدخلها بعلاقات فاشلة عديدة بحثا عن المشاعر الأبوية المفقودة. وهذا اللي نشوفه بعض الأحيان لما توافق بنت عشرينية بالزواج من رجل أكبر منها بالعمر، أو لما تدخل بنية بعلاقات متعددة على مود تسد النقص والحرمان والفراغ العاطفي اللي تركه الأب.